يعطيك العافيه يا ابو زكي. اهلين اهلين، الله يعافيك. اهلين استاذ فضرتا. الله يخليك، معلش مستعجل شوي، بس بدي اسالك سؤال صغير اذا ما عندك مانع. انا بخدمتك استاذ، تفضل اسال. بيت ام نور الدين اللي ساكن عند شحاله بتعرفه ما؟ ايه طبعا. طيب ممكن نروح لعندها بمعيتك ونشرب فنجان قهوه؟ ولو امتى ما بتحب استاذ، انا بامرك. والله هلا اذا بتقدر. ايه على راسي، بس بتعرف استاذ ما عندي حدا يقعد بالمحل، ومثل ما بتعرف يعني هذا المحل باب رزق و... معك حق ولا يهمك. شرف ابو زكي. لا الله يسامحك، انا ما عم بحكي مشان هيك، بس الواحد ولا يهمك، هذا حقك خود. معوضين ان شاء الله. لحظة عليك. بس لسكر الدكان. يلا يلا يلا. معسلي اياهم معس، وكتر لي مخلل وبندورة. وحط لك كمان طحين. ما تفرق، حط مو مشكلة، رح تخرب الدنيا يعني. ايه تكرم. تفضل. ايه والله شكرا. اهلا وسهلا، شرفتك. هلا حضرتك قرايب ولا شحادة؟ يعني فيك تقولي هيك شي. والله يا شحادة حبابي يا دكتور، ما في منه لا بشوكة ولا دباحة، يعني عايش لحاله ما بيقارش حدا. امنتوا بالله على هالنهار لهون لحيني كمان. شبنا شحادة شبنا، افرضها بقى. شو صار يعني؟ غلطنا معك واجينا صالحك، شو صار بالدنيا؟ اخي انا ما بدي افرطها، ما بدي منك تصلح شي، بقى فريني بريحة طيبة الله يخليك، وانا بألف خير من الله. ايه شبك شحادة، ما بصير هيك، الاستاذ لؤي ضيفنا، بعدين انت ليش معصب كل هالقد؟ ضيفك انت ام نور الدين مو ضيفي، انا مو طايق اشوف خلقته منوب. لك ترك نار الحارة بحالة وما خلصنا ولسه لزقان فيني؟ قال وحياة خلقك مالي مفارقة. لك يا جماعة فهمونا شو القصة، بركي منلاقي لكم حل وسط. القصة بالمشرمحي انه هالزلمة اذا ما تركني انا بدي ابلغ الشرطة. ابلغ الشرطة مين ماسكك؟ وهنيك بقى بنحكي قصتنا. شبه ليش سكتت؟ طولوا بالكم يا جماعة، المسألة ما وصلت للشرطة. طيب شو رأيك منفوت على غرفتك نحكي كلمتين نتصافى ونتفاهم؟ لا حبيبي ما حزرت، انا ما بدي تورجيني وشك منوب طول ما انا عايش، فهمت ولا ما فهمت؟ ماشي الحال. ابو زكي شرف. لوين استاذ؟ على القليلة كملوا القهوة. مرة تانية ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قسما بالله العظيم يمكن تقطعي اذا ما عرف تشوف بين الجوز. وانا هيك يا ابو زكي، والله مبارح ما نمت الليل وانا عم فكر بالموضوع. هلا انت يا ابو زكي ما عم تقول انه الاستاذ لؤي بده يجي لعندك وطلب منك انه يختلي بشحادة بالدكان؟ صحيح، وبده مني ادهي معاي شحادة وفوتوا على الدكان عشان يجتمعوا سوا. اصبح ما في غير متنصت على الحديث. لك شلون ما متنصت على الحديث؟ انا بقولكم شلون. هذا يا سيدي ابن اخي عنده مسجله صغيره تبع صحافه، وهالمسجله تلقط الصوت من بعيد. بقى قبل ما يجتمعوا مع بعضهم رح اعطيك اياها حتى تحطها بالدرج، وبعدين بنسمع الشريط وبنفهم الموضوع. شو رايك؟ والله الفكره معقوله، ليش لا؟ ابن نبي قوم جيبها انت واترك الباقي علي. يعني انا لو بدي ضرك كنت خبرت الشرطه وخربت بيتك وما كان طلع لك معي شيء بنوب.